نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أبو عدوى التابعة لمركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتم توقيع الكشف الطبي على المواطنين بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية وسونار، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. ميزة القوافل إن هي بتوصل للمريض لحد عنده، فبالتالي بتسهل على كبار السن والغير قادرين تقديم الخدمات الطبية أو الحصول على الخدمات الطبية. قبل ما بننزل القرية بنراجع آخر بيان إحصائي تم في القرية هنا من خلال مركز المعلومات، بنشوف المكان وبنشوف احتياجاته الصحية وبنشوف الخريطة الصحية الخاصة بيه، بنشوف برضو إيه أكتر تخصصات كان فيه إقبال عليها، بنشوف إيه الأدوية الأكتر استخداما في آخر قافلة تمت في المكان، فبالتالي بنعد إعداد لوجستي في المكان وبندرس المكان اللي نقيم فيه القافلة، بنشوف ايه العيادات اللي هتوفرها لنا وزارة الصحة عشان نشتغل في المكان، برضو بنشوف الأطباء الأخصائيين والصيادلة والفريق الطبي المتكامل اللي موجود معانا برضو النهاردة، بنجهزه قبلها بوقت كافي عشان نقدر على مدار اليومين بتوع القافلة نقدم خدمة متميزة للمريض. احنا نشكر سيادة الرئيس على المجهودات الكبيرة اللي بيعملها. انا كشفت النهاردة انف واذن وكشفت عظام والحمد لله، وخدت علاج والمعامله هنا معامله كويسه، والاطباء وكل حاجه بيهتموا بالكشف. قالوا ان النهارده في قافله طبيه مشكورا. طبعا انا جيت كشفت رمل والحمد لله، يعني دكاتره ناس كويسين وناس محترمين، وطبعا انا يعني برضو كشفت برضو المعده الحمد لله، يعني ادوني العلاج الحمد لله، يعني ناس محترمين وقبل كويسه والحمد لله. يعني انا جيت هنا النهارده تعطي قطعت تذكرة بطنة وتذكرة نساء وولادة، وبصراحة يعني شاكرين لهم جدا جدا، يعني متقابلين أحسن مقابلة وأحسن معاملة. قوافل طبية موجودة على طول باستمرار، وبنشكر السادة المسؤولين عن التعاون مع جميع الفئات الموجودة، وكل حاجة موجودة بالمجان وكويسة وتمام والحمد لله. يعني